نسمع الآن. أنا أقرأ الدرس الثامن. أوكي كاو جاي ماي. اقرأ الكلمات الجديدة. مدينة مبكرا. فضل مالك السفر بالقطار إلى مدينة الدمام، فأكمل إجراءات السفر ثم اشترى تذكرة وحجز مكانا في القطار. ذهب مالك إلى المحطة مبكرا قبل مغادرة القطار، وهناك قابل صديقه طارقا فركبا القطار، ومن القطار شاهدا المناظر الجميلة. هكذا بسأرة. أوكي بوم بسأرة بتاي. أنتم بقى تقولون طيب ما يدي أوكي. اقرأ جون آن الكلمات الجديدة. كم سب ماي. مدينة ميان ميان ميان. أنتم أوكي. مبكرا تون شاو. أوكي. فضل مالك السفر بالقطار إلى مدينة الدمام. مالك شوب دنتان دواي روتفاي بايان ميان دمام. أوكي ما يميبن ها. فأكمل إجراءات السفر لستين كانتون كان دنتان. أوكي. ثم اشترى تذكرة وحجز مكانا في القطار. لان جاك نان نان داي سي توا لي جون تي نان ناي روتفاي. اوكي. ذهب مالك الى المحطة مبكرا قبل مغادرة القطار. مالك داي باي يان ساتاني تشاو كون روتفاي جاءو. اوكي ما شاء الله. وهناك قابل صديقه طارقا لئتي نون كاو داي بوب بيغان كون كاو طارق. اوكي فركبا القطار كاو تانغ سون كون ناي كي روتفاي. اوكي ومن القطار شاهدا المناظر الجميلة. لئ جاك روتفاي كاو تانغ سون ناي مون تسنية باب تان سوي نان سوي نام جميلة سوي سوي نام. اوكي هذا صعب جدا. اللغة التايلاندية صعب صعب جدا جدا. ماي نو ايزي. اوكي فلنقرا الان. ان حافظها. اوكي ساتاني روتفاي.